اهلا بيكم طلبه مدرسه المنتزه الخاصه، معاكم ميس ميور الخولي مدرسه العلوم. النهارده مع بعض هنكمل مراجعه على التكيف والبقاء لسنه رابعه. اختر الاجابه الصحيحه. 1. لا تستطيع الحيوانات اكل النبات نقط بسبب الاشواك الموجوده عليه. 1. شجر المنجروف، ب التين الشوكي، ولا النخيل، ولا زنبرك الماء. عندي اول حاجة اشجار المنجروف فيها اشواك، لا. طب التين الشوكي فيه اشواك، طب الاشواك دي موجودة ليه؟ علشان الحيوانات لا تمنع من اكلها، لا تستطيع اكلها، يبقى اختار مين؟ التين الشوكي. 2. نبات نقط له جذور طويلة تساعده على الصمود امام الامواج. عندي في الاختيارات 1. التين الشوكي، ولا الصنوبر، ولا النخيل، ولا المنجروف. طيب التين الشوكي ده موجود فين؟ في الصحراء. طيب والصنوبر في البيئة التلجية. طيب والنخيل برضو موجود فين؟ في الصحراء في البيئة الجافة المشمسة. طيب المنجروف موجود فين؟ في البيئة الرطبة المليئة بالماء. انا هحتاج جذوره تكون طويله وقويه. طيب الجذور الطويله دي ليه؟ هتساعده في ايه؟ هتساعده في الصمود امام الامواج، يبقى اختار مين؟ المنجروف. 3. تمتص اوراق نقط العريضه مقدارا كبيرا من ضوء الشمس. عندي اشجار المنجروف، ولا شجره الصنوبر، ولا النخيل، ولا زنبق الماء. طيب مين اللي اوراقها عريضه؟ اشجار المنجروف، لا. شجره الصنوبر، لا، ما فيهاش اوراق شجره الصنوبر، فيها اشواك. طيب والنخيل الاوراق بتاعتها صغيره. طيب يبقى هيتبقى عندي زنبرك الماء. طيب زنبق الماء دي الاوراق عريضه بتطفو على سطح الماء. طيب ليه والاوراق عريضه؟ ليه؟ عشان تمتص اكبر قدرا من ضوء الشمس، يبقى اختار مين؟ زنبق الماء. 4. لا تستطيع الحيوانات الوصول الى الاوراق نقط بسبب ارتفاع اغصانها. طيب عن شجره المنجروف، ولا شجرة الصنوبر، ولا شجرة السنت، ولا زنبق الماء. طيب مين اللي ارتفاعها عالي؟ مين اللي الحيوانات ما بتقدرش توصل لها؟ شجرة السنت، يبقى اختار مين؟ شجرة السنت. 5. نقط له جذور سميكة تجعله يقاوم الريح. عندي اشجار المنجروف، ولا التين الشوكي، ولا النخيل، ولا زنبق الماء. طيب مين اللي ليها جذور سميكة؟ اشجار المنجروف، لا، الجذور بتاعتها طويلة وقوية. طب والتين الشوكي عنده أشواك وغطاء خشن. طيب والنخيل ليها جذور سميكة وأوراقها عاملة ازاي؟ صغيرة. طيب ليه الجذور سميكة؟ علشان تساعدها على الصمود أمام الرياح والعاصفة والعواصف الشديدة، عشان تقف قدام مين؟ الرياح والعاصفة الشديدة، يبقى اختار مين؟ النخيل. 1. الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. 1. تنام الخفافيش ورأسها إلى نقط. طيب الخفافيش بتنام إزاي؟ في الوضع المقلوب، أي رأسها إلى أسفل، يعني رأسها إلى فين؟ إلى أسفل. 2. يساعد الفراء الأبيض الدب القطبي على النقط. الفراء البيض هتساعده على إيه؟ على التخفي بين السلوك، هتساعده على إيه؟ على التخفي ما بين السلوك. 3. يستخدم حيوان نقط ذيله في التقاط الأشياء. طيب مين الحيوان اللي بيستخدم ذيله؟ هنختار مين؟ حرباء النمر، يبقى هقول له مين؟ حرباء النمر. 4. تتغذى الخفافيش على نقط. الخفافيش بتتغذى على ايه؟ على البعوض والحشرات. 5. تفرز اشجار السنت المزلة نقط لتمنع الحيوانات من اكلها. اشجار السنت هتعمل ايه لو حيوان حاول ياكلها؟ هتفرز سما، هيجعل مذاق الاوراق ماله سيئا، يبقى هتفرز ايه؟ سم. 1. المفهوم العلمي أو المصطلح العلمي. 1. تغير يحدث للحيوان بمرور الزمن وهيساعده على البقاء والحياة. طيب ايه التغير اللي بيحدث للحيوان عشان هيساعده هيخليه يكمل حياته ويستمر في الحياة والبقاء والتكاثر؟ التغير ده اسمه ايه؟ التكيف، يبقى هكتب ايه؟ التكيف. 2. حيوان ينام ورأسه إلى أسفل ويستطيع الطيران مثل الطيور. طيب حيوان بينام رأسه إلى أسفل، أي في الوضع المقلوب. طيب مين اللي بينام كده؟ الخفاش، يبقى هقول له مين؟ الخفاش. بينام إزاي؟ في الوضع المقلوب، أي رأسه إلى أسفل. طيب وكان ليه تركيب جسدي بيساعده على الطيران زي مين؟ زي الطيور، يبقى هقول له مين؟ الخفاش. 3. شجرة تتميز بوجود الأوراق الصغيرة لها في قمتها وتعمل كمظلة لها. طيب مين الأشجار اللي بيوجد على قمتها الأوراق؟
أوراقها بتكون صغيرة، شجرة السن. طيب الأوراق ليه موجودة على قمتها؟ عشان تساعدها على الاحتفاظ بالماء، وهتمتص أشعة الشمس اللازمة. لامتصاص ايه؟ أشعة الشمس اللازمة. يبقى هقول له مين؟ شجرة السنت. شجرة مين؟ شجرة السنت. 4. نبات له أشواك كثيرة على أوراق حتى يمنع الحيوانات من أكله. مين النبات ليه أشواك على الأوراق؟ نبات التين الشوكي. يبقى هقول له مين؟ التين الشوكي. شكرا سنة رابعة، ونشوف بعض فيديوهات تانية إن شاء الله.